البياض المطلق، هكذا يمكن وصف الدرب إلى دافوس، حيث يجتمع السواد الأعظم من قادة العالم وأبرز الشخصيات نفوذا فيه. في الأعوام الماضية كانت المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تعني العمل والاستمتاع. في عامنا هذا لم يترك النفق المظلم الذي دخل فيه الاقتصاد العالمي للمتعة مكان. على جدول أعمال دورة المنتدى لهذا العام مواضيع عدة، اقتصادية بالطبع وسياسية على ما جرت العادة، لكن العنوان الرئيسي هو عالم ما بعد الانهيار الاقتصادي. فالجميع في مخاض يريد أن يقوم بسماع للآخر لمعرفة الأوضاع وللاستماع أيضا للخبراء في مختلف القطاعات لأخذ رؤية عن المستقبل المنتظر على ضوء ما حدث من تصدعات في عام 2008. منتدى دافوس مهتم أيضا بمجريات الصراع العربي الإسرائيلي من خلال ندوات عدة، أبرزها تلك التي تجمع عمر موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. يعني الهدف الأساسي المؤتمر هو هدف اقتصادي، ولكن مع وجود 43 قائد وزعيم ورئيس دولة وعدد كبير من وزراء الخارجية، فلابد من التطرق إلى بعض المواضيع السياسية وفي مقدمتها قضية فلسطين وما حصل في غزة في خلال الحرب الإسرائيلية التي حصلت على غزة. قد بلغني أن الأمين العام المتحدة سيتطرق في خطابه على ما حصل في غزة، وأمل أن يكون الحديث حديث إيجابي للبحث بحل قضية الشرق الأوسط. ومن أبرز الوجوه المشاركة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، بينما أوفد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أحد مستشاريه لحضور المنتدى بدلا عنه. بالنسبة للبعض قد تصلح دافوس ما أفسدته الأزمة الاقتصادية العالمية، أما البعض الآخر فنسبة أماله المعقودة على هذه القمة تعادل درجة الحرارة هنا، أي دون الصفر. علي هاشم، BBC، دافوس.